كابوتشينو. اهلا وسهلا مرحبا من جديد، تحيه متجدده لكل من التحق بنا في الاستماع، كل من اختار انه يسمعنا ويشاهد على موجه راديو كابا فام والا على اللايف الستريمينغ بتاعنا. هذه الكابوتشينو متواصله معاكم في فقرتنا اللي تعودتوا بها رفقه نزيهه نصري. صباح النور نزيهه. صباح الخير محمد، صباح الخير كافه مستمعينا، وصباح الخير لعلي اللي يرافقنا في الاخراج الرقمي والتقني. لا لا علي صباح تيما نقول علي صباح هاي اليوم. بيتو سويت نمشيو للريفيو بريس لا رجل دو بريس هكا غلفتها علي. علي اللي رافقنا ومش يرافقنا يرافقنا علي يرافقنا. خليوها في رافق. ايضا ترافقنا اربع جرايد حاضره معنا اليوم، الشروق، الصحافه، والصباح، والمغرب. هذوما يرافقونا بعناوين، بعض منها جينا عليهم امس، وبعض العناوين الجديده. امس قلنا العنوان ما حكيناش فيه نتاع المدرسون في يوم غضب، هذا عنوان الصفحه 11 اليوم في جريده الشروق، كانوا تناولوه بعض الجرائد امس ايضا، ويطالبوا بتحسين اوضاعهم مع تزامنا مع انطلاق العوده المدرسيه، وكانه اصبحت عاده انه المطالب الكل تتاجل، نخليه الصيفيه تتعلق فيها كل المفاوضات وكل ما يتعلق بالاطراف النخبيه والاطراف الحكوميه في ظل ايضا التغيرات الحقيقه اللي تاع ثلاثة شهور اللي شافتها وزاره التربيه على مستوى محلي او جهوي مندوبيات والا في على مستوى وزاري. بقي المدرس اليوم دون تحسين الوضعية مع العودة المدرسية اللي هو بيدو في حد ذاته ولي زاد المدرس. صحيح، تعودنا احنا منذ سنوات دائما العودة المدرسية وما قبل العودة المدرسية تكون ساخنة، دائما تم احتجاجات للأساتذة والمعلمين اللي يعبروا على غضبهم من تردي أوضاعهم الاجتماعية أو من بعض المشاكل والإشكاليات التي تطرح حتى في علاقة بممارستهم لمهنتهم من خلال الأساتذة والمعلمين النواب ووضعيتهم اللي لم تتم تسويتها رغم الوعود ورغم صدور القرارات. إلى حد الآن فما أساتذة ومعلمين نواب لم تصرف أجورهم متاع السنة الفارطة، متاع السنة الدراسية الفارطة مش هذه، والأساتذة زادة اللي يعبروا على غضبهم في علاقة بالنقائص اللي موجودة في المدارس والمشاكل اللي موجودة في البنية التحتية وتوفير المستلزمات اللي ينجموا يقدموا بها الدروس، إضافة إلى النقص في عدد الأساتذة والإطارات التربوية سواء في المدارس الابتدائية أو في المدارس الأعدادية والمعاهد. وكما قلت أنت تطرح هذه القضايا دائما قبل العودة المدرسية بقليل، تغيب الحوارات والمفاوضات خلال فترة العطلة في الصيف سواء كان من طرف الوزارة. النقابات كانت تدعات منذ أوت وأواخر جويليا إلى التفاوض مع وزارة التربية، لكن في وقت سابق زاد نقابة التعليم كانت عبرت على استيائها وقت اللي كانت الوزيرة السيدة سلمى العباسي بعد ما دعاتهم إلى جلسة حوار قعدوا يستنوا فيها أكثر من ساعة وهي ما جاتش، فعبروا عن غضبهم وقاتلوا الجلسة وخرجوا. هذه آخر التطورات فيها في علاقة بالمفاوضات مع الوزارة ويبدو أنها متوقفة تماما. لكن هو يقول لك في المقابل وزارة التربية قامت بالمبادرة، أكيد طبعا هي مبادرة رئاسية وبمراسيم وبقرار رئاسي لتسوية العديد من الوضعيات خاصة في مجال الأساتذة النواب المعلمين النواب، تمكينهم من أجورهم ومستحقاتهم. مش كل محلهم أخذوا المستحقات متاعهم، بعض التعطيلات الإدارية تحول دون هذا، ولكن الوزارة يقول لك ما بقاتش تتفرج، بدأت لكن تعالج في أمور ذات بأولويات. نعرفوا احنا سلك التعليم كله أولوية اليوم، ولكن من ضمن هالأولويات يعني الحاجيات الملحة ربما مشيت في الظروف الاجتماعية الأصعب للمعلمين النواب والأساتذة النواب، ويبقى هذا يمكن خيار أو ما نعرفش أنا استراتيجية، خلينا نقولوا استراتيجية بتاع وزارة التربية اللي اختارت تمشي فيه. حتى نمشيو شوية الموضوع آخر سياسي، النطق الرسمي باسم التحالف باسم التيار الشعبي لجريدة الشروق يقول تحالف المافيا، حطوها ما بين قوسين المافيا أو هم بين ظفرين حطوا تحالف المافيا، يستجدي الخارج للتدخل في تونس.
تحالف هذا اللي تحكي عليه هو تحالف متاع قوى سياسية اللي خارج السباق الانتخابي. التحالف هذا طبعا هم غير معنيين بالسباق الانتخابي باعتبار ما عندهمش مرشح، ما عندهمش مرشحين اليوم، ولم يعلنوا زاد التيار الديمقراطي على مساندتهم لأي مرشح من المترشحين الثلاثة اللي أعلنت الهيئة عن القائمة النهائية بأسميها. هو في كل الحالات التيار الشعبي غير معني له في المافيا وله في الواحد، خاطر هما فقط أعطوا أبدوا رأيهم في التحالف اللي خارج السباق الانتخابي، ويقولوا التيار هذايا أو تحالف المافيا يستجدي خارج للتدخل في تونس فقط من أجل ماذا؟ من أجل يمكن إسقاط أو محاولة التشويش على الانتخابات. ونرجع معاك نزيه لحادثة أمس أو أول أمس في حادثة العلم اللي بدأ يبين بكشف حادثة ماهيش عفوية حتى طرف، وتحكي عليها برشا في السوشيال ميديا وأثارت استياء التوانسة وبعض أيضا شفنا حتى الكابتور دي كروم تاع بعض الأطراف اللي كانت عندها انتماءات سياسية معينة، أو شفت أنا كالكوزان حتى هبتين فيسبوك إن فما ناس يعني فما شكون حتى مهبتين له كابتور إنه فرحان بالعلم التركي في بلادنا. هذا شيء خطير، هذا شيء خطير يجب المحاسبه نتاعو. ما نجموش نعتبروا انه هذه اللي كابتور دو كرون ولا المعطيات اللي تهبط على الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحه، لانه تنجم تكون فيها جانب ماهوش صحيح. احنا نعرفوا اعتماد التقنيات من اجل تلفيق اي كلام لاي انسان، لكن الحديث حد ذاته حول الموضوع أثر الجدل برشا جدل والتواسى تقريبا يعني مش كل أغلبية يمكن 99.99% مستائين من الحادثة ذي، وقرأوا القراءة اللي قريناها احنا أمس اللي هي تعليق العلم غير بريئة وجات في وقت غير بريء، والنية ماهيش صافية ماهيش طيبة. هذا مؤكد، وننتظر انه القضاء يتدخل من اجل نكشف حيثيات هالموضوع. هذايا في علاقه بالعنوان اللي ورد في جريده الشروق، كثر الحديث في السنوات الاخيره، السنوات القليله الاخيره، السنتين او الثلاث سنوات الاخيره، على تدخل الاجنبي في تونس وعلى استجداء جهات خارجيه، جهات عفوا داخليه لبعض الدول الاجنبيه. كنا حكينا زاده في السابق على الاتصال بدول ما عندناش بهم حتى علاقة، بدول وسفارات وتقريبا منظمات اليوم متهمة، بعض منظمات اللي منعت من ملاحظة الانتخابات أو مراقبة الانتخابات منعت لأسباب مالية، تمويلات مشبوهة حسب ما جاء على لسان الهيئة، من دول ما عندناش بها علاقة دبلوماسية. ولكن في ذات الموضوع المعلومة اللي عندنا تقول توقفوا أربعة على ذمة التحقيق فيما يخص حادثة العلم، نستناو احنا التحقيقات على شنو مش تصفر باش هكا نفهموا الموضوع، نفهموا الإشكالية. وكنت تذكر معي الحادثة زاد نتاع المسبح اللي بان من بعد تالي اللي هي قادرة كانت نجم تتحل، ولكن حجب العلم لما دخل فيه رئيس الجمهورية ورافقته أيضا رفع العقوبة على تونس، يعني جاتنا في الصالح به. نكملوا بآخر عنوان في جريدة الشروق، بعيد شوية هات نحليه شوية بعيدا عن السياسة، عصائد متنوعة من الشمال إلى الجنوب في المولد، الصفحة 14. لماذا التركيز على الزقوق؟ اليوم المقدرة الشرائية متاع التونسي ضعيفة وضعيفة جدا، مع العودة المدرسية، مع خارج من عطلة متاع صيف ومصاريفها وعراس ومناسبات وأفراح وغيره من المصاريف، يلقى روحه اليوم امام عصيدة الزقوق، امام عصيدة الزقوق اللي الحقيقة ما عندها حتى بعد، يعني حتى بعد روحي وديني وعقائدي. ما نعرفش كل المناسبات في تونس كانت علاقة، كانت عندها علاقة بدينية أو وطنية أو غيره مرتبطة بالماكلة، ارتبطت بالمعدة يعني. باهي انتي نزيها معنيه بالشيء هذا ولا لا؟ خاطر السنه كيلو ب50 يولي واحد معاش ما عادش معني، ما عادش معنيين. هذا كيلو زقوق فقط ب50 دينار، احسب الزينه نتاعها. كان سيد رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك سي لطفي الريحي كان قال انه عصيده الزقوق بالنسبه لستة اشخاص لعائله تتكون من ستة اشخاص يفوق التكلفه نتاعها 270 دينار. سي بيا بيقدر يعبي ومحفظه بالكراس ويكتب وتلميذ يقرا، وكان لازم يعملوا له حتى شهير ايتيود زاد معاه. نمشيو لجريده
الصحافة، رئيس الجمهورية في كلمة اللي كان وجهها للولايات الجد خلال موكب أداء اليمين البارح اللي شفناه الناس كل حتى في الأخبار وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تكثروا من الأبواب والحجاب بل تفقدوا بالليل كما في النهار أحوال المواطنين. الحقيقة أنا عجبتني الجملة هذه، لأنه كيف سوى خرج من رئيس الجمهورية وإلا من أي مسؤول، هذا اللي ينقصنا اليوم، اللي شد عقاب كرسي مش حكيه حتى على مناصب عليا، اليوم حتى مناصب عادية في الإدارة، اللي يشد كرسي لازمك أنت تمشي تجي وتوثق له. كيك سواء أنا عندي مشكلة مع الكتاب العامين والمكلفين بتسيير شؤون البلديات اليوم، لأنه ما نعرفش أعطوهم كرسي أكبر، نعتبر مع احترامتي للبعض اللي مالين الكرسي متاحهم، ولكن اليوم تلزمك تمشي تصور البوبالة وتهزها لهم غادي وتشهد شهود كان يلزم وتعمل له مراسلة باش يجيو يهزوه. اليوم أنبوبة محروقة لازم تعمل مطلب للكتاب العامين وتحدد له وتعرف قدام دار فلان ابن فلان على الشارع على يمين كذا مابس معناها باش يجيو يهزوا، يخرجوا يهبطوا للناس. شوفوا هاي دعوة للولات باش يخرجوا يدوروا ويهبطوا للشارع ويهبطوا للمواطنين، ما بالك بباقي الإدارات. اليوم الشؤون الاجتماعية لازمك أنت تهز روحك وتمشي لهم توريهم حالتك في كروسة وإلا بجيلات وإلا مهما كانت وضعيتك. اليوم يطالبوا فينا في الحملات متاع التلقيح، جيبوا لحشاكم الكلاب والقطط للتلقيح. يعني أنت فلاح تسكن في منطقة ريفية بعيد 7 و8 كيلومتر على وسط البلاد، لازمك تمشي تكري كرهبة وتهزك الكلب هذاك اللي هي ما كانت شراه في السابق. احنا في تونس ديما نحكيه في السابق على ما هو أفضل من الموجود حاليا. في السابق كانوا في المناطق الفلاحية تتنقل فرق للمناطق هذيك الفلاحية اللي تبعد 7 و8 كيلومتر على مركز المعتمدية أو على المركز متاع التلقيح، يمشيوا هما يتنقلوا ويمشيوا يلقحوا الكلاب. ما اليوم الناس كل تخدم على روحها، ما عادش حتى واحد خدت شوف ثم لغة كثرة الفترة هذه متاع تفكيك الإدارة والضغط على الإدارة والإمكانيات متاع الإدارة. الإمكانيات هي بيد الكهرباء موجودة والبوق موجود وكانوا يدوروا ويناديوا وتمشي لعبة تلق. معناها اليوم نهز حشاك بكلب من منطقة ريفية نهزه للبلاد، لقدر الله يفلت من يدك وإلا ينقزك من كهرباء، يحلك كارثة وتصبح مطلوب من فوق. يا اخي ثم فلاح تقول له اجيب كلب كريلو كهرباء ب 20-30 دينار يهز تلقح له باش يمشي، ما يمشيلكش ما يمشيش طبعا. ما عدتش معناها يقوموا بالواجب نتاعكم اليوم، ويلوموا غدوه يقول لك كيفاش رئيس الجمهوريه دز علينا الباب عقب الليل، هاو تخلى على السونات، هاو مشى كذا. هي يا اخي ما فماش حلول اخرى الا بالمداهمات هذه اللي نسميها والزيارات الفجائيه، ما دام بعض الناس لا تحترم نفسها ولا تحترم المقاعد اللي شاده فيها ولا تحترم المواطن التونسي. لذا اللي ما يحترمش المواطن واللي ما يخدمش المواطن يتسهل ويضر ما يكبر حد في 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 عين الدوله. في عين الدوله وفما كان شكون يحب يخدم راه وشكون قادر انه هو يخدم، معناها اللي غير قادر انه هو يخدم المواطنين ويحل مشاكلهم. في علاقه بكري انت حكيت على الكتاب العامين في البلديات، اليوم راهي دوسيات كبيرة قدام الكتاب العامين والمواطنين، أحوالهم وكل مصالحهم معطلة، لأنه الكاتب العام يقول لك أنا غير مخول، وقت اللي هو يخرج مرسومي ينص على أنه الكاتب العام يعوض المجالس البلدية اللي كانت منتخبة، معناها يقوم بكل المهام اللي كانت تقوم بها المجالس البلدية إلى حين فض هذا الإشكال. اليوم المشاكل الكبيرة والأمثلة عديدة، واليوم في مجال نعطيكم مثال بسيط وزاد حديث جدا في مجال مكافحة سوسة النخيل اللي قدر الله لو كانت تتفشت نجم توصل سريعا جدا توصل للجنوب التونسي. كل عام المصالح الفلاحه تهبط وتعمل لك التلقيح هكا الزرقي هذيك في قلب نتاع النخله ويحطوها، وقت اللي يعني نعرفوا احنا الزون هذه هاو لهنا مش بعيد من بوفيشه ولا يسمي حمامات، فما بؤره نتاع سوسه النخيل هذه. شنو يصير لك الشجره هذيك تتسوس من داخل واول رياحيه تجي في الوطا، وشفنا احنا الحادث الكبير اللي صار في العاصفه اللي صارت قداش من شجره نخيل تحت، والشجره اللي تحت على السياره نتاع سائح الاجنبي يعني سمح الله او لا قدر الله لو كان جاو في وسطها ما يمنع منهم حد. وقت اللي جات مصالح الفلاحه طلبت الشراكه مع البلديه باش توفر لهم الاليات والكاميون اللي طلع اللي هي خدمه البلديه، الشجره هذيك زرعتها البلديه ولا هي بها البلديه وخدمه البلديه.
جاءت مصالح الفلاحة اليوم باش تعاون صبحت هي يعني المسؤولة على الخدمة هذه والسيد الكاتب العام يقول ما نخدمش خدمة غيري يعني. ما نعرفوش خدمة شكون اليوم كل واحد كان كل شجرة نعملوا لها وزارة وكان كل بوبالة نعمل نشاركوا فيها ثلاثة واربعة وزارات مش عارف كيفاش نخدموا معاهم الناس هذوما لذا نداء للمسؤولين للولايات زادة باش يركزوا لنا شوية على الجانب هذا لأنه أول الخدمات اللي يعنى بها المواطن هي الخدمات البلدية والباقي يجي في مرحلة ثانية الباقي مش كل يوم أنا طلع في مضمون الباقي العمل اليومي نتاع البلديات فيما يخص النظافة وغيره به نمشي القواعد للانتخابات اللي كانت نشرتها الهيئة قواعد دقيقة ومراقبة صارمة وكانت تعطيت حتى البري باش الناس اللي مش تعمر هذيك المساعدات العينية أو المساهمة العينية ولا النقدية وغيره كانت تعطيت تقديراتها في مجال حتى ما يخص دبوس الماء والساندويتش هذا يدخل اليوم في القطع مع التمويلات المشبوهة وكل المال السياسي والفاتورات المضروبة إجراء كيفاش تشوفوا نسيه إجراء مهم لأنه الانتخابات النزاهة متاحة أو شفافيتها مرتبطة أساسا بالتمويلات وباللي ديتايزد أيه وبالتفاصيل صحيح. التفاصيل مهمة أهم حاجة في أي إنجاز وإلا أي مشروع ولا أي استراتيجية هي التفاصيل واضح معناها الحمد لله راهو نمشي جماعة الشوكوتوم هكا عملوا لهم عملوا لهم البريم تاع الحلويات وغيره معناها ما عادش يا ليتو تعمل الإجراء هذا سابقا ورانا ما بقاوش منعوتين بالصبع جماعة الشوكوتوم صحيح فوالا به نواصلوا عندنا هنا باش نعطيكم العنوان تاع الافتتاحية لجريدة الصباح بقلم حياة السايب رهان تقليص الدين الخارجي ربما نرجعوا له في حصة أخرى نحكيه على شنو المقصود بكل تونس خلصت أكثر من 80% من ديونها هل هذا كيفاش فهمته الناس هو المعطى صحيح ولكن كيفاش تفهموا على أي أساس تفهم ذلك ربما نرجعوا له في فترة قادمة نمشيو لشأن العالمي شوية عنا برشا ما حكيناش على الشأن الأمريكي والصراع السياسي والسباق الانتخابي كيف تغلبت هارس على ترامب في مناظرة الرئاسية الأمريكية وظهور جديد لدونالد ترامب ظهور مدوي قوي وحظوظ كبيرة ومن الرؤساء القلائل ربما في تاريخ أمريكا ليخرج من عهدة رئاسية وإذا كان مش يعاود ينجح يكون تقريبا انفراد صحيح نفس العنوان تقريبا تناولته زاد جريدة المغرب تقول المناظرة الرئاسية بين كاميلا هارس ودونالد ترامب صدام واتهامات متبادلة بين المترشحين وغياب برامج واضحة غياب البرامج ربما هم زوز كان تبعتش انت المناظرة بناو المناظرة متاحهم والخطاب السياسي متاحهم والخطاب وال يعني خطاباتهم على فشل لبايدن لجو بايدن اليوم زوز يحكيوا في نقاط ضعفهم زوز منافسين مش في نقاط ضعف بعضهم ولكن أكثر في نقاط ضعف الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في نقاط ضعف جو بايدن خلال الفترة متاعه والحروب اللي صارت وما كارهش صارت كما سمعنا دونالد ترامب أولى الكلمات اللي كان بدأ يمهد بها في الطريق للعودة للسباق الانتخابي أو للمسيرة السياسية وصولا إلى الحادثة المشبوهة بين قوسين اللي صارت لدونالد ترامب نتاع محاولة الاغتيال اليوم الانتخابات الأمريكية على خلاف الانتخابات السابقة فما متغيرات أخرى ستحسمها متغيرات كما قلت أنت مش البرامج أو السياسات التي سيتم اتباعها بل المواقف والإجراءات اللي اتخذتهم الولايات المتحدة خلال الفترة الرئاسية السابقة في علاقة بملفات كبرى دولية الملفات الدولية هي التي ستحسم هذه الانتخابات أكيد لأنه لاحظنا في فترة بتاع جو بايدن الموقف الأمريكي يعني كان متضارب كان مهوش متزن مهوش واضح على الأقل في الفترة بتاع دونالد ترامب كانت بعض الخيارات عشوائية ولكن كانت ثم وضوح وفما يعني شفافية وشفنا في علاقته مع الخليج شفنا في علاقته مع ما يحدث في المشهد الفلسطيني رغم استيفافه مع الكيان الصهيوني ولكن الحرب الأوكرانية
اللي قال هو ما كانتش نجم تصير في العهده نتاعي، كان نوعا ما رغم اللي هو عشوائي بعض الشيء، ولكن كان الصفقات التي يبرمها ترامب تحت الطاوله كانت تعطي تاثير على العالم. طبعا، ولن يفوت الفرصه في استغلال مثل هذه المواقف او مثل هذه الاراء والاستراتيجيات للولايات المتحده لاستغلالها من اجل انه هو يربح عهده ثانيه. واضح هكا نفاو اليوم للريفيو دي بريس بتاعنا باعتبار جريده المغرب تقريبا تناولت نفس العناوين، المناظره الرئاسيه بين كاملا هاريس ودونالد ترامب وموضوع الاساتذه والمعلمين الغاضبين، تقريبا هذه كل العناوين واغلب وابرز العناوين اللي موجوده في الجرايد اللي كانت حاضره معنا اليوم الاربعاء. شكرا لك نزيها نصري، نشوفك بعد شويه في موجز اخباري. احنا مازلنا متواصلين معاكم، فاصل قصير وتسعيد نرجع لكم.